3 مليون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عندي في القناة بتاعتي 1000 مشترك. انا فاضل لي متابعة واحدة كامل 100,000. انا فاضل لي واحد متابع واحد شوفه كامل 100,000. سلام عليكم. الله يا بلاد الله. السلام عليكم وفيديو 3 مليون. وفي بداية الفيديو يا شباب نبتدي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، ويا رب أقدرنا دايما على الفعل الخير وما تحرمناش من اللايك والشير. هو أنا مالي قلبت ليه على رامز جلال كده؟ وزي ما انتم شايفين كده شباب، النهارده بنحتفل بال 3 مليون اخو واخت عندي في القناه. بس في اللحظه ديت احنا لسه ما وصلناش. زي ما انتم شايفين كده يا شباب قدامنا هنا يا شباب احنا 950، يعني فاضل لنا 50 مشترك بس. ايوه يا شباب احنا 2,999,952 مشترك. اهم حاجه يا شباب لو انت شايف اللحظه ديت انزل وتعالى نعمل اشتراك علشان خاطر نوصل لل 3 مليون. يا ترى بقى فيديو 3 مليون هيجيب كام لايك؟ طبعا يا شباب جيش عبد الماندو الكوماندو لازم يعمل لايك للفيديو دوت. يلا يا اسطى خليك كوماندو واشترك في قناه عبد ماندو. كانت رحلة طويلة يا شباب، بدأت سنة 2014، ولكن للأسف الشديد يا شباب طبعا كل السلبيات اللي حواليا خلتني أحبطت وما كملتش يا شباب. ولكن النهاردة الحمد لله بتوفيق ربنا ثم بيكم بنحتفل بال 3 مليون. الناس طبعا زمانها بتسأل هي فين الفيديوهات القديمة. طبعا يا شباب في سنة 2020 أنا كنت مسحت كل الفيديوهات اللي كانت عندي على القناة. طبعا أنا بندم إن أنا مسحتها، يا ريتها كانت موجودة. وبدأتها بأول فلوج ليا على القناة. طبعا يا شباب ناس كتير قوي شافته اللي هو أول فيديو أصلا على القناة، بدأتها بفلوج. وساعتها يا شباب الفلوج دوت جاب 3 مشاهدات، كان أنا وانا من التليفون التاني، وتقريبا يعني انا من التليفون تالت او تليفون ابويا او امي حاجه زي كده يعني شباب. والثلاث لايكات اللي كان جايبهم كنت انا اللي دايس لايك برضه يا شباب بالثلاث تليفونات. كانت فتره جميله جدا يا شباب، وكانت فتره عسل قوي بيكم. طبعا لعبنا العاب كتير قوي مع بعض، منها لعبه الطفل الشيطاني ولعبه جاريز مود ومع عم رمضان ومحمود المحمص، ولعبنا مع ام كامل، ولعبنا يا شباب العاب كتيره جدا. ودخلنا المدرسه وعملنا في ابلان شرح مقالب وعملنا حاجات كتير جدا يا شباب وحاجات مجنونه، ولعبنا العاب رعب وصوتنا وصرخنا وحابب يا شباب اقول لكم بجد شكرا من كل قلبي، ويا رب ارزق بكل واحد يا رب اللي نفسه فيه يا رب. اذا كان حلمه يصير يوتيوبر ويبقى عنده فوق المليون، او حلمه اذا كان يصير مهندس بقى او دكتور، يا رب يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا يا شباب بمناسبه وصول ال 3 مليون فانا قعدت افكر اعمل ايه. طبعا يا شباب ما لقيتش يعني حاجه احسن يعني من ان انا اعمل حاجه مختلفه، فانا قررت يا شباب النهارده ان انا اعمل فلوج. ودلوقتي يا شباب انا هاخدكم في رحله طبعا هنروح فيها الى الواد محمود المحمص ام كامل. طبعا يا شباب كده عايز اصور لكم، بس انا بشكركم يا شباب على درع المليون ودرع ال 100,000 ودرع افضل صانع محتوى العاب ودرع افضل صانع محتوى شورتس. يعني بجد انا بشكركم على كل اللي انتوا عملتوه معايا، لان انتوا السبب في ان ده كله يحصل لي. طبعا دوت كان بتوفيق ربنا ثم انتوا. طبعا انا داخل يا شباب على المليون، ولازم بقى المره ده فرقع ديت عشان في كل فيديو مليون البتاع ديت ما بتفرقعش. ليه؟ علشان بنسى افك الشريطه اللي تحت. فانا دلوقتي يا شباب احاول افكها. ايوه استني بس ما توصلش للمليون. ثواني، مليون ايه يا شباب؟ سوري اتعودت، ما توصلش لل 3 مليون ثواني. تمام يا شباب كده احنا بقينا مستعدين الحمد لله علشان هنفق. لا بص كنت هغلط دلوقتي واكلها، يعني سبحان الله يعني الحمد لله. خلاص هنا يا شباب ايه فاضل لنا بس 3 4 مشتركين يا شباب ونكمل ال 3 مليون. 3 2 1 اشتركت في القناه يا ابني ولا لسه؟ 3 مليون. شكرا ليكم يا احلى شباب في الدنيا، شكرا ليكم من كل قلبي. دلوقتي يا شباب في طريقنا مكملين، بس مش لل 4 مليون ولا 5 مليون، هيا بينا في رحله ال 10 مليون. ليتس جو. مين ده؟ انا معرفوش. السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ والنهارده يا شباب معانا تاني فلوج من قناه عبدو ماندو. بس في البدايه كده يا شباب حابب ارجعكم شويه بالزمن لاول فيديو عندنا في القناه. اول ما فتحنا القناه كان معدى عليه سنتين، تعال نبص عليه بصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ده معاكم عبدو ماندو من اول فلوج هعمله ليا في حياتي. يا جماعه انا طبعا بعد ما شفت حوار الفلوجات والناس اللي بتعمل فلوجات كتير دي وبيلف حوالين العالم وكده، انا قررت اعمل فلوج. بس طبعا مش هلف حوالين العالم، انا يعني ايه الحمد لله زي ما انتم شايفين كده لسه عندي الكمبيوتر ابو شاشه بطيخه يعني، فهاجل بس موضوع السفر حوالين العالم ده شويه علشان خاطر ان
كده يعني. ومن هنا بدأت الحكاية بتاعت عبدو ماندو. طبعا فاكرين الكمبيوتر ابو شاشة بطيخة وفاكرين كل الحاجات ديت. النهاردة بقى شباب الفلوج دوت بمناسبة 3 مليون اخ واخت عندنا في القناة يا شباب، والله كلكم منورين. ودلوقتي يا شباب بس الكمبيوتر ابو شاشة بطيخة يعني اتطور شوية وبقى شاشة اللي هي بقى فيها كيرف ديت وال التجميع الجديده يعني الحمد لله ما شاء الله، ربنا يرزق الجميع يعني ان شاء الله. اهم حاجه دلوقتي يا شباب انا هنزل وهروح، ان انا مش هنزل مشوار ده، انا مسافر. مسافر بقى على فين بقى؟ مش هلف العالم برضو يعني، مش عشان يغيرنا الكمبيوتر نلف العالم يعني وكده. المهم دلوقتي يا شباب انا بعمل كده ليه؟ المهم دلوقتي يا شباب ان انا هروح لصاحبي واخويا وحبيبي الواد شريك النجاح الواد ام كامل، ويلا بينا يا شباب نروح على هناك. للعلم الناس اللي ما تعرفش انا من السويس وهو من القاهرة، ففي فرق لسه حوالي 120 كيلو يعني يا شباب، فتوكلنا عليك يا رب وبسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يا شباب كان معايا مصطفى صاحبي، وادينا يا شباب مسافرين في الطريق اهوت، ربنا يسترها معانا ويرجعنا بالسلامه ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين يا شباب ده هو الطريق مصر السويس. الحمد لله يا شباب وصلت بالسلامه وركبت تحت بيت، وانا ما اعرفش الواد ده راح فين يا مسهل الحال. والمفروض دلوقتي يا شباب ان انا واقف تحت بيت الواد محمود ومستنيه ينزل يا شباب يا مسهل الحال يا رب. يا محمود يا محمد الواد المحمص يا جدعان ما بيردش. وهنا يا شباب اخيرا المحمص نزل من بيته بعد ما فضحته تحت البيت يا شباب، وقعدت اقول يا محمص يا محمص، راح نزل عرف نفسه على طول الحمد لله. وادي يا شباب جاي هو طبعا بالاحضان والبوس يا معلم، واختصار كده بسرعه. المهم معاكم محمود المحمص، معاكم عم رمضان المرضان. انت جاي الصوت جاي؟ مش عارف بس هنجرب يعني في الاخر. لازم تعرفوا الفيديو ده تعملوا عليه لايك واشتراك، عشان لو ما عملتوش لايك واشتراك هيطلع لكم محمود المحمص الحقيقي وعم رمضان الحقيقي. طب النهارده هنعمل ايه؟ محمود المحمص يا جدعان عامل قصه يا جدعان، عم رمضان طلع لنا شهر وعمل استشهاد. طبعا يا شباب احنا عاملين الفيديو دوت عشان خاطر احنا وصلنا لكام؟ الحمد لله بفضل الله وصلنا ل 3 مليون اخ واخت، وان شاء الله يا شباب في طريقنا ومكملين يا شباب. وبعد كده يا شباب يعني هنخرج دلوقتي انا والواد دوت كده، ايه هيفرجني على روح عليا هو اللي ايه ده المفروض مني انا اللي جاي له يا جدعان، وهو وانا اللي هروح عليه برضه يا جدعان. هو ال 3 مليون ماليش دعوه. يلا يا بينا. جت البيت عم رمضان اتخبط يا شباب. تعالى انا جنب. يلا يا جدعان النهارده الراجل ده بما انه وصل 6 مليون قال لي يعزمني على المعز. يا ابني 3 مليون يا ابني، انت اللي داخل على 6 مش انا. انت خاطفنا يا ابني ولا يا جدعان؟ الواد ده خاطفنا يا جدعان. ايه ده؟ والله ده احنا في باك رومز يا اسطى. ايه ده؟ ومن هنا يا شباب نزلنا الباك رومز عند الواد المحمص وركبنا عربيه الباك رومز الخاصه. طبعا انا شايف بيتنا من فوق يا جماعه، وادينا يا شباب دخلنا جوه واكتشفت المصيبه. يا جماعه طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا خاطف عبدو ماندو. ايه يا عم في ايه؟ المكان ده انا قطعت فيه صاحبك متفق معايا. يا جدعان ما بهزرش يا جدعان، فيها يا جدعان اصبر بقى عشان الحته دي تعمل لها كام؟ 50 تحتكروا فيها انت وهو انا. ما يا جدعان بقى خلاص كفايه هزار بجد، انا بخاف من الحاجات دي، انا بخاف. عم رمضان عبدو ماندو حسبي الله ونعم الوكيل. جاي عشان اخطفك يا ماندو، اوعى تنسى عبدو. انت الكليه احنا قلنا الكليه بكام؟ كليه بمليون. كنت باثق فيها يا جدعان، بس الولد ده طلع طمعان في كليه الحمضانه. الحمد لله. طب هنعمل ايه يا اسطى في الباك رومز اللي انت قعدنا فيها دي؟ هنمشي دلوقتي وهنروح على طاوله. يلا بينا. وهنا يا شباب زي ما انتم شايفين كنا مبسوطين ورايحين على كافيه طاوله، وهنا يا شباب وصلنا الحمد لله. والواد دوت على فكره كان هيموتنا ما بيعرفش يسوق. A few moments later. طبعا يا جماعه انا خاطف عبدو ماندو هنا، خدته كده نعمل فيديو على السريع، هتبقوا تشوفوه عندي على القناه يعني ان شاء الله. يا جدعان انا فجاه دخلت من هنا راح مرزعني هنا وقال لي في تحدي لازم نعديه يعني ننفذه يعني هنخلصه يعني خلاص. اسئله بقى، كل الاسئله اللي كانت في بالكم من زمان لحد النهارده بتسالوها لعبد المنضف في الكومنتات على فيديوهات شورتس او طويله،
انا دخلت ورحت سائلها له كلها. طب محمود، في واحد يا محمود بيقول ان الفيديو بتاعك انت ومكمل مش هجيب 50,000 لايك، هل تفتكر هيوصل ل 50,000 لايك؟ انزل حط لايك دلوقتي واشترك في القناه يا جدعان. ده انا سافرت يعني المفروض تقدروا الموضوع دوت. شباب بتنزلوا بس باللايك. ايه هو راح ساعه وجيب ساعه وخلاص. عم بقى ما تشتغلنيش بقى والله يا جدعان، جاي له من السويس يا جدعان، حتى هتشوفوا هتعرف. يلا انا مصور لكم الطريق اهو. دي حاجه حاجه بنزين عبد خلاص ماشي كده انا موافق. يلا 2 hours later كده شباب، يبقى اليوم بتاعنا خلص. طبعا احنا مش شايفين حاجه قدامنا، كان يوم طويل وجميل وممتع المهم يا شباب، اهم حاجه شباب تكونوا انبسطتوا شباب بالفيديو. طبعا انا قابلت صديقي الصدوق المصدوق محمود ام ام كامل جي جي ابن الحاج جي جي. نشوفكم شباب ان شاء الله في الفلوج الثاني السنه الجايه ان شاء الله. سلموز بالقشطه والموز.